أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. أصدرت ولاية جهة العيون بوجدور الساقي الحمراء بلاغا أوضحت فيه أن 12 عنصرا من قوات حفظ الأمن وقع الاعتداء عليهم اليوم من طرف عناصر مشاغبة. كانت توريد من جديد احتلال الشارع العام وعرقلة السير والجولان على مستوى شارع المامون وشارع القدس وشارع السمارة بمدينة العيون. وأضاف البلاغ أن نفس الجهات التي تعمل تحت غطاء حقوقي تحاول أن تدفع بالنساء والأطفال لجر رجال الأمن للمواجهة، غير أن يقظة وحزم هذه القوات وحرصها على حماية الأمن والممتلكات العامة والخاصة أفشلت مخططاتهم. كما ألحقت عناصر الشغب أضرارا مادية ببعض سيارات الأمن وإحدى الملحقات الإدارية للدائرة الخامسة للعيون. ويضيف بلاغ الولاية أن كل تدخلات حفظ الأمن موثقة بالصور والفيديو وتفند كل ادعاءات المغردين الذين أوقعهم منظمات حقوقية بادعائهم حدوث اعتداءات ووجود جرحى في صفوف المتظاهرين، في حين أنه لا يوجد إطلاقا إلا ما تحاول هذه العناصر تصوره عن طريق تمثيل مفتوح. التقرير. أصدرت ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء بلاغا أوضحت فيها أن 12 عنصرا من قوات حفظ الأمن وقع الاعتداء عليهم اليوم من طرف عناصر مشاغبة كانوا تريد من جديد احتلال الشارع العام وعرقلة السير والجولان على مستوى شارع المامون وشارع القدس وشارع السمارة بمدينة العيون. وأضاف البلاغ أن نفس الجهات التي تعمل تحت غطاء حقوقي تحاول أن تدفع بالناس والأطفال لجر رجال الأمن للمواجهة، غير أن يقظة وحزم هذه القوات وحرصها على حماية الأمن والممتلكات العامة أفشلت مخططات العناصر التي تريد زعزعة استقرار سكان المدينة. كما ألحقت نفس العناصر أضرارا مادية ببعض سيارات الأمن وإحدى الملحقات الإدارية للعيون، يضيف نفس البلاغ. وكانت ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء قد أصدرت يوم أمس بلاغا ذكرت فيه أن قوات حفظ الأمن تدخلت مساء أمس لفض تجمع غير مرخص لبعض الأشخاص في الشارع العام، وبعد الإنذار القانوني بالإخلاء تم التدخل لتفريق محتلي الشارع العام والذين كانوا يعرقلون حرية السير والجولان داخل مدينة العيون. وأثناء هذه العملية تعرضت قوات حفظ الأمن للهجوم بالحجارة من طرف بعض محتلي الشارع العام الذين كانوا يدفعون بالنساء والأطفال القاصرين للواجهة وللتظاهر بالإغماء بالشارع قصد تصويرهم لأغراض دعائية. وقد أسفر هذا التدخل عن إصابة 6 أفراد من قوات حفظ الأمن وأربعة عناصر من القوات المساعدة، إصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري الثالث لمدينة العيون. وقد وضع الضحايا شكاية لدى وكيل الملك ضد ما تعرضوا له من اعتداءات. وفي نفس الإطار أصدرت ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء بلاغا تفند فيه ادعاءات البعض والتي تحاول إيهام الرأي العام بأن امرأة تعرضت لحادث تسبب في إصابتها على مستوى اليد اليمنى من طرف قوات حفظ الأمن. مصالح ولاية العيون تؤكد بشكل قاطع نفيها لتلك الادعاءات، خصوصا وأنها تتوفر على تسجيل لوقائع الحادث الذي أصابت هذه السيدة فيها يدها بعد أن أغلقت باب منزلها على يدها مما تسبب في إصابتها على مستوى أحد أصابع اليد اليمنى. وتظهر صور الفيديو الملتقطة بشكل قاطع لا يدع مجالا للشك أن ما تعرضت له هذه السيدة هو مجرد اختلاق وأكاذيب. يشار إلى أنه بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي طبعته الحكمة والتبصر والاعتراف الصريح بالمجهود الكبير الذي تبذله السلطات المغربية من أجل احترام حقوق وكرامة الإنسان المغربي، أصاب كثيرا من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم دون تفويض من أحد مدافعين عن حقوق الإنسان، أصابهم سعار أدى بهم إلى التفنن في اختلاق الأكاذيب والإدعاءات المضللة بعد فشل كل أطروحاتهم في التشكيك في إرادة الدولة المغربية في الانخراط في المسلسل الديمقراطي والتنزيل الفعلي للدستور المغربي الذي ينص على احترام التام لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا. كما أفاد بلاغ لعمالة سمارة بأن مجموعة من الأشخاص قاموا يوم أمس بتجمهر غير مرخص بالشارع العام بمدينة سمارة مسخرين لذلك مجموعة من القاصرين مما تسبب في عرقلة حركة السير. وأثناء قيام مصالح القوى العمومية بعملية إخلاء الشارع العام تعرضت إحدى سيارات الأمن الوطني للرشق بالحجارة مما ألحق أضرارا بها، كما تم الاعتداء على أحد أعوان السلطة خلال تأدية مهامه في المكان نفسه حيث أصيب بجروح في الرأس استدعت نقله على الفور إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.
الأقاليم الجنوبية تشهد تنمية متواصلة وتطورا ملحوظا للرقي بواقع حقوق الإنسان. هذا الواقع الذي يحاول البعض تسويقه لأغراض شخصية محضة، محاولين في ذلك ادعاء التمثيلية للساكنة، في حين أن التمثيلية تكفلها شرعية لا ثالث لهما، الأولى تاريخية متمثلة في مؤسسة الشيوخ والقبيلة، والثانية والأخيرة ديمقراطية تتمثل في صناديق الاقتراع. التقرير التالي والتفاصيل. على وتر حقوق الإنسان تتفاوت الأوضاع الأمنية بمدينة العيون، فبين هدوء تشهده المدينة كعادتها وتنعم به ساكنتها، تعرف شوارعها في هذه الآونة الأخيرة تحركات تقودها مجموعة شرعت لنفسها تمثيلية الصحراويين والتحرك باسمهم على أرض الواقع. واقع الحال يدفعنا إلى التساؤل في هذه المرحلة المهمة من مسار قضية الصحراء والذي يسير في دائرة حقوق الإنسان، فإذا كانت الجهود الدولية قد أشادت ما مر بالمساعي المغربية في بسط الأمن وتكريس الديمقراطية وفرض الحوار وحرية الرأي ونبذ العنف، فإن ما يجري في الأقاليم الجنوبية وباسم الصحراويين عنوة ودون خيار، ينافي ما تدعو له الحريات وثقافة المواطنة. إن السير على خطى المكتسبات الديمقراطية المغربية يقتضي التمسك بالشرعية القانونية والديمقراطية التي تكفلها المؤسسات والهيئات الوطنية، والتي تجعل من صناديق الاقتراع خيارا ديمقراطيا لا رجعة فيه. أثبت الصحراويون انخراطهم الجدي فيه، ولا يمكن تغييب التمثيليات المجتمعية لجموع الشيوخ في توحيد كلمة الصحراويين والتحدث باسمهم، فبين الاثنين من يحق له التلاعب بمصير الصحراويين؟ أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والتحديث الإدارة أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غدنا الأحد 28 أبريل. وذكرت الوزارة أن هذا التغيير في الساعة القانونية يأتي طبقا للمرسوم رقم 12/126 الصادر في 26 من جماد الأولى 1433 أبريل الثامن من أبريل. عقد مساء اليوم عمدة بلدية بخارة الكنارية السيد رافائيل بيدرو مورو لقاء مع أعضاء من المجلس البلدي للعيون، تطرق خلاله الجانبان إلى سبل التعاون المشترك بين الضفتين المتجاورتين. تقرير للسالك رحال والصالح الرقيب. سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين بلديتي بخارة الكنارية وبلدية العيون كانت من بين أهم محاور النقاش الذي جمع أعضاء من مجلس البلدية للعيون وعمدة بلدية بخارة بجزيرة فورتيفنتورا. اللقاء تميز كذلك بعرض سبل التعاون في الاستثمار والسياحة وفي ميادين أخرى. إذن من أهم النقط اللي ركزنا عليه هو دراسة إمكانيات جلب السياح انطلاقا من براخة إلى مدينة العيون، واللي إن شاء الله لهي نعمله مع الوكالات ديال الأسفار السياحية لإدماج مدينة العيون ضمن الجولات السياحية اللي يقوموا بها السواح وبصفة خاصة الألمانيين، لأنهم الأغلبية اللي يتوافدوا على مدينة براخة. ثم كذلك تستقبل بلدية براخة ما يزيد على 1500 مهاجر أغلبيتهم من مدينة العيون، واللي كان كذلك موضوع والتركيز على هذا الموضوع ده. يمكننا كمنتخبين التعاون في مختلف المجالات والميادين، خصوصا أن منطقة بخارة تتوفر على إمكانيات سياحية مهمة، ويمكن التعاون في هذا المجال مع مجلس بلدية العيون، وأنا سعيد جدا للتواجد هنا من أجل تبادل الخبرات والأفكار. واليوم في الاجتماع اللي جريناهم في قصر البلدية كان يعني الجمعية حاولت باش يعني تطرح عليه فكرة يعني إجراء يعني أو إحداث مركز استقبال الجالية يعني الصحراوية المغربية، والحمد لله يعني كان الحمد لله يعني التجاوب لهذه الفكرة. ثم كذلك كنا يعني طرحنا عليه كذلك باش نحاولوا نعدوا معه هون يعني إسباني، وكان كذلك التجاوب. اللقاء اختتم ببرمجة لقاءات ثنائية بين البلديتين في أفق التعاون أكثر بين الضفتين المتجاورتين.
بالداخل بمقر ولاية جهة وادي الذهب القويرة وبحضور عدد من مسؤولي الجهة، تم عقد اجتماع خاص لمناقشة البرنامج الثالث للطرق القروية بإقليم وادي الذهب. جماعات قليبات الفولة، مدريق، العرقوب، مليلي، ميجك وبيرن زران وما تشهده من مشاريع طرقية في القادم من السنوات ضمن البرنامج المذكور تم التفصيل فيها في الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة محمد التروزي ومحمد يداس. والمزيد في بداية اللقاء، تم تسليط الضوء على البرنامج الأول والثاني للطرق القروية وكذا معطيات حول الشبكة الطرقية على صعيد جهة وادي الذهب القويرة، النقطة الموالية والأخيرة التي استأثرت بالحيز الأكبر من اللقاء. تم خلالها الحديث عن البرنامج الثالث للطرق القروية، إذ مكن جرد الخاص بحاجيات الجهة في هذا الصدد من انتقاء أولي لعمليات البرنامج، إذ خصصت لإقليم وادي الذهب 734.75 كيلومتر، ما يمثل 49.64% بالنسبة للجهة، والتي يبلغ الطول الإجمالي المخصص لها ضمن برنامج الطرق القروية الثالث أكثر من 1480 كيلومتر. صدقنا على 6 العمليات، هي إتمام الطريق الإقليمي 1100 الرابطة بين بيرن زران وقليبات الفولة على طول 40 كيلومتر، والمصادقة على الطريق الإقليمي 1105 الرابطة بين السمارة وأغوينة وأوسرد، دونك على طول 85 كيلومتر، وهي طريق محور شرقي موازي للطريق الوطني رقم 1. جماعة مرغول التراب ديالها كاملين والسكينة ديالهم والجانب ديالهم، وهذا منفوع للسكينة كاملة. حنا مشينا قلبات الفولة من هون، كانت نهار ما يلحقنا، ولكن الحمد لله اللي يعودوا 6 سوايع 7 سوايع يلحقونا الداخل من قلبات الفولة. بيرن زران كان كنا لحقنا نفجروا من هون بالسيف نقيلوا بيرن زران، ولكن 2 ساعة 3 الصغارات يلحقونا للداخل. البرنامج الثالث للطرق القروية يعطي أهمية خاصة لتطوير العالم القروي بتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات التنمية بشكل متوازن، وذلك مع ضرورة مراعاة معايير عدة منها تدارك الخصاصة الحاصل بالنسبة للمناطق التي تشكو من العزلة والفقر، مع تقليص الفوارق بين الأقاليم فيما يخص نسبة الولوج، وإعطاء العناية الكافية للمناطق الصعبة والجبلية. تشارك جهة العيون بجدور الساقية الحمراء بكثافة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وذلك من أجل إظهار ما تتوفر عليه هذه الجهة من إمكانيات فلاحية مهمة تستحق العناية والاستثمار. تجدر الإشارة إلى أن بعض الجمعيات المنتمية إلى الجهات الجنوبية الثلاث قد فازت ببعض الجوائز المهمة التي قدمها شخصيا جلالة الملك محمد السادس عند افتتاحه المعرض الدولي للفلاحة بمكناس مؤخرا. معرض دولي للفلاحة المكناس لهذه الدورة الثامنة أصبحوا عندنا مجموعة من التعاونيات، عندهم منتجات محلية بمنتوج راقي يقدر يدخل السوق الوطني والسوق الدولي. إذن بالاستفادة من المعرض، وهو أنه أصبحوا عندنا منتوجات محلية على شكل جمعيات وتعاونيات. بالداخل وبحضور عدد من المسؤولين بجهة وادي الذهب القويرة، تم بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تنظيم حفل خاص من لدن أسرة التعليم بالجهة على شرف المديرة الجهوية الجديدة للأكاديمية. الحفل تم خلاله الحديث عن أهمية القطاع وكذا المسؤوليات الكبرى التي تنتظر المشرف الجديد على الإدارة الجهوية للتعليم. نبقى بالداخل، حيث يشهد أحد الشواطئ القريبة من منارة الداخل حركة غير عادية على مدار السنة من لدن هواة الصيد بالقصبة. الأجواء البحرية المتميزة وشغف الصيد بالقصبة ومتعتها تجعل العديد من الهواة بهذا النوع من الصيد يتوجهون إلى شاطئ ما يعرف ببلاية القنديل بشكل شبه يومي. محمد التروزي، محمد يداس، دار المنطقة، وأعد الروبورتاج التالي. رغم اختلاف الأعمار والمهن، إلا أن هواية الصيد بالقصبة جمعت هؤلاء بأحد شواطئ الداخل بالقرب من المنارة. بعد اختيارهم للمكان وأجواء الطقس المناسبين للصيد، يعدون العدة للبدء في عملية الصيد التي تراعى فيها شروط عدة مع استعدادات خاصة بالقصبة، فيرمى بالخيط في البحر وتبقى دقائق أو ساعات الانتظار خير جلسة لهؤلاء في انتظار صيد قد يكون
وقد لا يكون. كتلوح الطعمة ديالك يعني، وكتحط القصبة ديالك كتشوف الراس ديال القصبة واش هي ملي كيضرب الحوت راه كتبان كتضرب بحال هكا، كتبان كتضرب هي الراس ديال القصبة راه كتبان لك. إلا أنت بغيتي تجي كاع لحداها يعني كتمس السبيب واش هو شاد ولا ما شادش، إلا كان شاد الحوت راه كيبان كيتركل. الحوت يكون السرديل جديد باش تقبض الحوت ويكون الريح ناقص شوي، وهذا هو الصيد وصافي. هاد البلاصة مزيانة ما فيهاش تقطع، وبلاصة مزيانة فيها أبلغ، فيها الشرغو، فيها الشخار، ويمكن أنواع ديال الحوت. هو الصيد بالقصبة ببلاية القنديل كما تسمى هنا، وبشواطئ عديدة بالجهة لا يكلون ولا يملون من العودة إلى البحر، رغم أن أياما بلياليها قد تمر عليهم بدون صيد يذكر. هنا تكمن أهمية هواية الصيد بالقصبة التي يربح فيها صاحبها دائما أجواء بحرية متميزة وصيد وافر في بعض الأحيان مع تعلمه للصبر. ورقة أحوال الطقس اليوم غدا بمشية الله تخبرنا أن الطقس سيكون مستقرا خلال الصباح، وستظهر سحب منخفضة بالقرب من السواحل، ستتلاشى مع مرور الساعات، الرياح ستهب من القطاع الشمالي معتدلة القوى. درجة الحرارة الدنيا المسجلة لهذه الليلة استراح مشية الله ما بين 13 درجة بكل النجلميم آسا والزار، و24 درجة بأوسرت. أما عن مقاييس درجة الحرارة العليا المسجلة اليوم غد بمشيئة الله ستتراوح ما بين 35 درجة بأوسرت و20 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون هائجا من طنجة إلى القنيطرة، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين القنيطرة وطرفاية، وهائج من طرفاية إلى نواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 6 صباحا و 21 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و 19 دقيقة. أما بخصوص درجات الحرارة المرتقبة لبعض المناطق المجاورة لبلادنا ستكون في حدود 41 درجة بكل من نواكشوط وباماكو، 38 بنواديب، 20 بلاس بالماس، 36 بزويرات، 39 بأطار، 29 بتندوف الرابوني والتودني، 42 بكي هيدما بالعاصمة الرباط ستكون إن شاء الله في حدود 17 درجة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهاتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية على الساعة 4:15. بهذا تنتهي مشاهدينا الفاضل نشرة الأخبار من قناة العيون. تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله.